معكم مازلنا مواصلين معكم في البرايم تايم. مش حكيوا طبعا على موضوع على مقال زينا موجود في جريدة الشروق في صفحتها الثامنة. نحكيوا على سوء التغذية يأكل التونسي، هكا العنوان الموجود في جريدة الشروق في صفحتها الثامنة، بسبب غلاء الخضار والغلال واللحوم وأمراض تهدد التونسي في حياته اليومية. حسب المنظمة العالمية للصحة، فإن التغذية غير سليمة وغير صحية تتسبب في عدد من الأمراض، تبدأ بالإسهال وتنتهي بالسرطان. نحكي زيادة على السكري، ضغط الدم، السمنة، نحكي على أمراض القلب وبعض الأمراض السرطانية، مفاصل العظام وعديد الأمراض اللي تسببها سوء التغذية. هل نجم نلخصها سوء التغذية كان في ارتفاع الأسعار، أما حتى أو حتى التونسي أصبحت حتى حياته اليومية تتلخص في عجزه عن توفير المأكولات المهمة الأساسية، المأكولات الأساسية ولا الغذاء الأساسي. خلينا نقوله اللي في تونس تقريبا قاعدين نعرفه عام بعد عام في التدهور وفي سوء التغذية. خلينا نقوله سوء التغذية للتونسي. سوء التغذية مش معناتها واحد ضعيف، راهو سوء التغذية هي حاجة أخرى، وخاصة في تونس سوء التغذية لدى الأطفال. يمكن كان المختصين نهار احنا ناخذ مختصين يعطيونا أكثر أرقام ويعطيونا شنو المظاهر تاع سوء التغذية على الأطفال. مش راهو الطفل كي تراه الطفل ضعيف مش هذاك سوء التغذية، معناتها يمكن هذاك يكون عنده سوء التغذية، لكن خاصة طفل السمين ولا حتى الراجل ولا المرأة ولا معناتها تظهر عليه البدانة، تظهر عليه البدانة اللي هو حاجة ماهيش غريبة. النجم يكون سمين وياكل بالكدية راهو لازم، ومش معناتها سمين راهو ما ياكل بالكدية، راهو نجم يكون ما ياكلش بالكدية، بالكدية في المستوى النوعية. نجم يكون ياكل برشا لكن نوعية الماكلة ماهيش باهية، خاصة كي تكون كلها عجين وكلها مقارن وكلها هذا شنو. هذا لشنو راجع؟ تعرف أنت المواطن التونسي كل مرة قاعد يضحي بحاجة، ما تغلى حاجة يولي ما عادش نجم يشريها. يكون مثلا الدي بي نتاعه يكون كان يشري مرة في الجمعة مثلا لحم علوش ولا بقري ولا غيره، ولا مرة في الشهر، تقريبا مرة كل 6 شهور توا، فهمت؟ الأسماك كيف كيف نظرا للغلاء الكبير اللي قاعدة تعرف عليه، ومعناتها وإضافة للغشة وإلى غير ذلك. الغلال تقريبا الشعب التونسي ضحى بالغلال، يمكن شي غير بطيخ ودلاع، تقريبا الشعب التونسي ماشي ياخذ غلال، معناتها باش يمشي كونتيتي في الدار، حتى كان ياخو هاني شوية موجودة متاع نهار على 30 يوم ياكلوا فيه الغلال. بالإضافة هو تقريبا حتى الفاست فود ماش خالطين عليه نظرا للارتفاع الكبير متاع أسوام اللي ساندويتش والبيتزا إلى غير ذلك. هذا كله راجع الى الغلاء. احنا كنت نتحدثوا على الغلاء ومنبهوا من 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 اللي فيه السلبيه النيجاتيف على الـ على الـ على المواطن التونسي من الغلاء، هي اسباب هذا. معناتها انت كي تغلي في المواد الاساسيه، في الخضره، في الغلال، في اللحوم، في البيض وغيره وغيره، فانه نتحدثوا على ترشيد للاستهلاك. راهو مش معنى الترشيد، نقصد بمعنى النوعيه نتاع الاستهلاك. المواطن التونسي يمشي للعجين، يمشي للمقرونه لانه مطالب باش يشبع صغاره وما ياخذش الحاجات الاساسيه، فانه ذاك يخلي الطفل يتربى ويكبر بالسمنه وبامراض اخرى، تولي الدوله هي اللي تخسر من بعد. معناتها هو فينالمون في الاخر هي حلقه تعرف انت السمنه لدى الاطفال تخرجوا، معناتها فهم اطفال ما يعرفش فواكه جافره فيكي. يعني فما اطفال لو كبرت ما تراهاش وما تعرفيش بالارتفاع بالحق، راه نحكي لك مع الارقام، معناتها 4 و5 سنوات ما يعرفوش شنو معناتها. عباره احنا تجيب لنا غله من بورتوريكو ولا من شنو، نقول لك شنو هذه، شنو هذه، عمره لا شافها، ما يعرفوش مطعمها، فهمت؟ الى غير ذلك. هاك شوف توا باش يجي العلوش، تشوف الاسعار نتاع العلوش الى غير ذلك. في المقابل الدوله شنو عملت؟ تقولي منظومة الدعم، الدولة انها كنت تبكي وتشكي على منظومة الدعم، هي في المقابل عملت حتى شيء. بالإضافة إلى فشل الدولة في التحكم في مسالك التوزيع. شوف نجم لهنا نحن في الحمامات تاخذ كيلو مثلا ميدانين لهنا تلقابسو، وفي قليبيا ولا منزل تميم تلقابسو آخر، اللي هم ما عندهم حتى علاقة ببعض، معناتها الأسوامات والمسافة ما تفوتش 60 كيلومتر. تجي تسأل ما تفهمش وتمشي لتونس، تمشي للمنزه تلقاها أغلى من الحمامات ونفس البرودوي، يمكن راهم خارجين من نفس الشجرة، تمام؟ هذه الحاجات الغريبة. زيد حاجة أخرى، احنا المنتوجات كما يقول في المقال، المنتوجات متاعنا الزيت زيتونة
متوفر في العائلات الكل. علاش الدولة ما تدعمش الزيتون؟ علاش تدعمني في الزيت الاخر هذاك يدعم زيت الزيتون؟ انت عندك صابة، ولاحظ انت الفساد وين يوصل، وين تلقى صابة، وين تلقى المواطن التونسي يتحرم. قبل على الاقل نعرفوا مثلا تو نقولوا احنا وقت المشماش معناتها اوتوماتيك الناس كل تاكل زيت، وتو ولد وين تسمع، وين تسمع صابه، تسمع كان الاحتكار. ما هذه فشل كبير للدوله من وزاره التجاره ورئاسه الحكومه، فشل كبير وذريع. ويلزم نشوف لهنا مسكين الفلاح راه يخرج السلعه نتاعو من بعد يلقاها اسوامات اخرى خياليه. فشل كبير في مسالك التوزيع وفي الاحتكار، ما نجمتش تقاومهم الدوله. هذا الشيء اللي يخلي ما تعرف انت الناس اللي تمص في دم التونسيين بالفساد نتاعهم الى غير ذلك والاحتكار، وبطبيعه الدوله اللي غير قادره. وزيدها من بعد هكا تزيد الفوسفات وغياب الصابه، معناتها نحن وصلنا كي تلقى فما صابه الشعب التونسي ما ياكلش، وكيما فماش صابه بطبيعته ماهوش بشكل ما يلقاش. علاش؟ لانه في نفس السبب. معناتها شوف عندك تلقى مفارقات غريبه، صابه ومش صابه الاسوام غاليه، وهذا شنو؟ فشل ذريع للدوله. على الاقل انت كي تلقى موسم نتاع حاجه في وقتها، على الاقل وقتها المواطن ياخذ كفايته، ياخذ كفايته من المشماش، ياخذ كفايته من الدلاع، ياخذ كفايته من اللحوم الى غيره، خليه يشري خليه ياكل. فهمت؟ لكن احنا الاحتكار ما خلى حتى شيء. شوف انت تو معناتها الوتله مسكرين، والريستورون ماهمش يخدموا كيما العاده هكيكا، وباقي الاسعار خاصه على المنتوجات الاساسيه كخضر وغلال باقي اسعارها مرتفعه. حتى كان تطيح شويه، وانت اسمع مثلا تسمع مولد زقوق يطلع، تسمع درش نعيد اسواق من الفاكهه تطلع. معناتها الدوله ويني، معناتها كمان يلزمك تتحكم شويه في الاسعار وتعمل على تخفيض نتاعها وتشجيع الفلاح باش يوصل سلعته بارخص الثمن. شوف عملوا كل المبادرات نتاع من المنتج المستهلك هذيك باهي مش خايبه، لكن هكيك الشعب التونسي مازال غير قادر على توفير الحاجات الاساسيه لدار وصغار. سوء التغذيه سفيان فرحات، هل هو معناتها نجم نقولوا ازمه جيل جديد هذايا، معناتها نحكيوا على صغيرات. يمكن كيف نتذكر الواحد كيفاش كان ياكل قبل وصغار توا كيفاش يشوفهم ياكلوا يظل لي فما فرق بعيد. مانيش كيف فما فرق بعيد. ساعه اولا قبل كل شيء خلينا نحكيوا على توقيت العمل في تونس. توقيت العمل يعمل كل شيء باش يفكك اواصر الاسره وباش يبدد التقاليد الباهيه اللي عندنا في حياتنا. اليوم البو والام التونسيه يخدموا دوبل سيونس الا في الصيف في رمضان، ومعنيش سيونس كونتينيو. باغزومبل ثم يقولوا نعم سيونس يونيك، ثم نعم سيونس كونتينيو، جربوه وقت بن علي ورجعوا بعد الثوره رجعوا، وهو سيونس كونتينيو عاد سيونس. هذا ما تمشيش اولا مع الزمن العائلي، ثانيا مع الزمن المدرسي. لما لالي تخدم تقوم الصباح لو تحضر الطنجرة نتاعها كل شيء، ولا في الليل وتمشي تخدم وتخلي لاولادها الماكلة، كان عندها شانس باش ترجع 90% ما يرجعوش للدار، ومن بعد في الليل يتعشى وتعاود كيف كيف. يعني توفى 11 تاع الليل ولا نص الليل، ولا هذايا عنده دي كونسيكونس كبار على المستوى العاطفي، على المستوى الاسري، على مستوى كل شيء. دونك اليوم اولا وقبل كل شيء هذا مرتبط كذلك بالماكلة العشوائية في الشوارع. بيان سور ما ربي ما ان شاء الله ما يقسمش القسم على العباده، ما قاعدين ناكلوا في حاجات ما نفهموا فيها. يعني طفل صغير كان تعطيه عبود بسيسه ياكلوا خير من اللي تعطيه كرواسون. كرواسون ما تعرفش شنو فيه وشنو البرودوي مصنوعين به. وثم خبز كرواسون تشريه يقعد ساعتين وبعد يولي يابس، تضرب يولي كانه بروجيكتيل سلاح ابيض، معناها تضربه كانه حجره. ثم اشكاليه هي مصغر ما لقاوش البسيسه تو ماهمش لاقينها، خاطر كما لا كما قلت انت معناتها العائلات ما عادش عندها الوقت باش يعملوها. عادش يعملوها هنا. نحب نحكي على حاجه ثانيه توزيرة على الغلاله. ساعات كان ناخذ توا السوق مثال، انا قضيت انا نقضي ديما باش ناخذ بطاطا وفلفل وطماطم وبصل وقلع احمر وقلع اخضر، وناخذ عاده باذنجان والقمره توا، و معناها كان ثم خضر الغله نتاع السيزون حاول ناخذها. الغله نتاع السيزون الوحيده توا اللي عندنا اللي هي في المتناول هي الدلاع بور لانستون، توا 90 ب 500 فلين مش خايب دلاع السنه بور لانستون. مازالت ليبيا ما لخفتش كل شيء وسياحه ناقصه وغيره، هذوما كلهم غلاو. الا معناها نحي ود القمره نهارين هابط شويه والبصل الابيض. واحنا في تونس ماكلتنا كل بطاطا وفلفل وطماطم وبصل، اي بلاد تلقاها مع بازدو السلع. الزهومه ما نحكيوش عليها، قال لك هذا ولد البحر ما نحكيوش عليه. قرديت وغيره ننساو. اما قبل كانت عندنا تقاليد، علاش قلت لك الزمن العائلي؟ كانت عندنا بيت المنى سماها في تونس مثال.
حتى في قلوان يسميها بيت المونة، في السفاق يسميها بيت الخزين. عندك بيت فيها كل شيء، نعمل العولة. إذا تعرف أن كسكسي تحول كسكسي يتكلف كيلو على 380 فرنك إلى 100 فرنك نهايته. كسكسي وبالكوكش ومحمصة وحلالم والأمور ذيك الكل احنا كنا نحط فيها حتى الخروب بيت المونة، حط فيها بسيس الحوار بتاع الشتاء وبسيس الشعير بتاع الصيف. وثم تو انواع اخرى من البسيس يعملوها هنا مثال فوات من قبلي عندنا في الدخله في منزل تميم بسيسها باريكومبل بالدرع. ثم بسيسها يعملوها بمواد اخرى معناها في لمطه وغيره. دونك كانت المراه التونسيه عندها امكانيه وقت تجي السيزون الطماطم نشرحوها. قبل ما كانوش الفريجيدال وما كانوش البيوت المكيفه وغيره. دونك تتشرح وتقعد كيف كيف الفلفل كيف كيف يتشرح ويقعد. يعملوا الهروس من الفلفل الاحمر الشمسي ستادير مش طايب في الكوشه من طايب في الشمس كما تو موجود مثال في قربه لا فيل روج خاطر القربه الفريز ولا طماطم ولا الفلفل الاحمر فيها. دونك الحق هذه كل تنحى ما عادش في الطبيعه نتاعنا يتكلف اقل لو بالنسبه للبيجي نتاع عائله يتكلف اقل. ويكون كل شيء موجود ديجا كل شيء موجود تدخل البيت المونة تجبدي تحب حتى بيرسول زيت الزيتونة كما قال لك معاد زيت الزيتونة مش تباع في 5500 شجر العائلة التونسية باش تشتري ب 5500 واعطي سيدي سيفونسيون للبيع ادعم علاش ما تدعمش للبيع سيدي بيع على 7000 8000 وادعم انت هذاك فهمت كان نحسبوا ليترا سامحني سفيان ليترا نتاع الزيت الجاي هذاك اللي جاي من اغلى من زيت الزيتونة فهمت كان يدعموه بالدولار علاش تدعم فيه هذاك قدر عليك ربي ادعم عام كي تلقى عندك صابة وتلقى ما عندك صابة خاطر احنا عام الصابة نجيبوا 350 ألف طن زيت زيتونة العام اللي مش صابة نجيبوا 130 ألف قداش يستهلكوا 30 ألف يستهلكوا كان 30 ألف بس احنا في عائلتنا عائلة بابا وعائلة طبي وعائلة نسابي ما نعملوا كان زيت زيتونة سي سامبل إلا في القليب يعني تعملوا لهم أما كان زيت زيتونة ما اللي حلينا عينينا كيك دونك نشتوها غادي يجي دي مومون تلقاه بيان سور بسوم باهي والا انت يكون عندك زويتينات تنجم يكون عندك الزيتونه نتاعك. دونك اليوم الاشكاليه ولو غالي المعيشه وتاكل في مواد وما تاكلش بانتظام وكما قال لك تلقاه منفوخ لكنه بدو سافا با كله امراض وتنجم تلقاه معناها ماس وكل شيء وهو لاباس مش هذا معناها يتعطى رياضه ولا حتى يمشي كل يوم ويجي ياكل في حاجات سهله. جوده الماكولات المغرفه باغ اكزومبل نقصت في الماكله نتاعنا المغرفه معناها نقولوا بيان سور الكسكسي نقولوا المحمصه نقولوا الرشته نقولوا البلكوكش نقولوا مختلف الانواع اللي تاكل بهم الكسكسي المفرفش الفرفوشه اللي يسميوها هنا معناها بالبسباسه العربي. زد على ذلك نحكي لك مثال في طول الصباح طول الصباح حتى ما تو مثال البيثر الجمعه اللي فاتت خذيناه تو البيثر بسبعة دينارات سامحني والبنان ب 3500 يجيبوه من كولومبيا كل شيء والبيثر نتاعنا ب 7000 بون البيثر نعملوه نلعبوا بالبسيسه توا بسيسه الشعير الزميت يسميها مثال في الجنوب ولا كلوكا هذيك اللي موجوده ثم انواع من الماكل اللي هي تونسيه بنينة ياسر لو البسيسه موجوده من وقت القرطاجيين معناها وقت البربر من اول الدنيا هذه كلها يجب نشجعوا الناس باش يرجعوا لها علاش في اوروبا عندهم البودان واللي يعملوه عندهم ماكل تختلف وانت رجعت لها ديجا في رمضان وكل يوم تعطينا ماكله زمنيه ماكله زمنيه تونسيه تلقاها من مقال وعليك قبل لان انا نحكي لك الجريجم كانت صحاح علاش تاخذ توا واحد عمره 55 60 65 تلقاه اقوى من ان جون عمره 25 عام ويصبر اكثر في المشي ويدغدغ اقل وماهوش شخناق في الماكله اللي يحط لك تاكل وماهوش معناها شكاع وبدوا بالكدا راهو قبل انا نحكي لك ساعه كنا ناكلوا مع بعضنا كلنا في فرد شقال ومن بعد ولينا هكا كي طولنا شويه كل واحد يعطيه شقاله مثل كسكسي ولا شقاله ياكلها فهمتني والصباحه ياكل الدراع كل ما السحلب حاجات كيما كلو سون با كوتو راهو معناها تلقاهم باسعار تفضليه يا اخي تو البسيسه كي ياخذوها في الخارج يبداو باهتين البهارات اللي عندنا تو مثال منطقه تابل من اكثر المناطق في الجمهوريه اللي فيها بهارات هي ومنطقه الساحل ويطيبوا يعملوا حرحروا تو تشوف عندها اثار صحيه رهيبه جدا معناها القرفه هذيك السبع بهارات الاساسيه نتاع الحانوت
والفلفل زينة والفلفل الأكحل والكركم والكمون مع البحر وحاجات كما هكا. معناها ثم حاجات اليوم تبدلت، خلى التونسي اليوم ياكل في نامبورت كوا، وبالتالي تحولت حتى عندك كما جبتهم انت الامراض، امراض قلب اليوم عندنا، امراض سمنه عندنا عند الاولاد الصغار. مش معقول بلد في حاله نمو كما نقولوش ان بي ان فوا دو سو ديفلوبمون كما نقولوا سامحني، ان بي سو ديفلوبي تو في حاله نمو نقولوا وتعاني من السمنه. سي بارادوكسال معناها هذا سي ان لوكس دو ريش اون برانسيب، وامراض القلب وامراض ستريس اون بلوس. دونك حتى المشروبات العصير تو خذ انت القارص تو القارص اللي مش اصفر ياسر اللي اخضر، الكيلو نتاعو تو دينار و400 تاخذ زوز كيلو تعمل به اربع خمسه لترات جو باهي، فهمت؟ تطيح انت الجازوز ما يقطعش ان شاء الله ربي يرزقهم يبيعوا في الجازوز، لكن ديما الجو ديما اقوى. هنا ثم اشكاليات كبرى، ماناش قاعدين نخدموا على هذا، والكل جاي حسب رايي في هذه القطيعه السكيزوفرينيه بل الساديه، ثم ساديه الدوله في التعامل مع العائله ومع الاسره ومع غيره. الاسره التونسيه من الصباح للصباح الناس كلها صفاش حوايج تعرف الناس كل تخرج كما فيك لي ديسانيمي، ومن بعد السبعه بتاع العشيه الناس الكل يتلموا تعرف كل واحد لاي فمور غول. الوغ كان انت تعمل سيوس كونتينيو تعمل سواعه ياكلوا فيها وهو كان يمشيوا ياكلوا معناها توا يعملوا كل لي كارت ريستورون وكل شيء ثم مطاعم به ياكلوا فيها العباد وغيره. ومن بعد الربع نتاع العشيه العباد تشد ديارها يتلهى بجنينته ويتلهى بقرايه ولده، المراه والرجل يحكوا مع بعضهم يشربوا قهوه يقرا حاجه يتفرج في ماتش يصلي يعمل رياضه يعمل كل شيء. اليوم ما عندوش هذا الكل، سيرتو البلعه اللي هي معناها جزء كبير من الناس اللي تخدم في تونس اكثر من. خلينا ناخذ الموضوع من ناحيه التحسيسيه معاذ الشريف، ما اليوم كان ناقصه التحسيس حتى العباد معناتها استراتيجيه للسلوك الغذائي باش نفهموا سوء التغذيه، فما محاولات من بعض المختصين وغيره انهم يحكيوا في الاذاعات والتلفزيون، لكن هذا لا يكفي. اولا قبل التحسيس فاقد الشيء لا يعطيه، انت تجي تقول له لا كل اليوم بروتيين وغدوه كل درش شنو وغدوه قول لك انا منيش نجيب. قبل كل شيء يلزم الدولة تساهم في انخفاض الأسعار باش المواطن التونسي يقدر انه ينوع في الطبق متاعه، نجم ياكل الدجاج ونجم ياكل راهو شوف حتى الجماعة اللي في فيجيتاريان اللي يسمعونا وكل شيء راهو حتى الخضار والغلال صعيب معناتها توفيرهم، معناتها المواد هذوكم معناتها غلال كاملة معناتها موسم كامل يتعدى وراهو نجموش شريه الغلة، معناتها التفاح تلقى كيلو ب 7000 8000 كيف ايش الكيلو قداش فيه من كعبة تفاح يا اخي سامحني ورب عائلة قداش وسنين تفاح ما تحش بكل حتى نتاع سبيبة نتاع جربة اللي ما تقعد باهت. لهنا لازم الدولة تخدم خدمتها على مستوى الأسعار قبل كل شيء، خاطر انا نجي تقولي انا نجي المواطن التونسي نقول له راهو بالك لازم تاكل البروتين لازم تاكل الدجاج لازم اقل شيء مرة في الجمعة تاكل اللحم، يقول لك اوكي كلامك عجبني ومهم برشا، لكن كيفاش باش ناخذ كيفاش باش نعمل، فهمت؟ هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية فما ثقافة غذائية تتعمل من الأول وجديد، يلزم الدولة تراجع أمورها، مش معقول هكا ما نجمش تخلي هي مش متاجرة هي يمكن ما نعرفش مصين دم التوانسة، يلزمها تفيق على روح الدولة فيما يخص شوف الحبوب ديوان الحبوب في فساد هك شفت صاريه وكل شوف الروس شنو صار فيها، فهمت؟ الزيتون هاك شوف سفيان كان يحكي لك توا المواد شوف التوا هاو تغلى توا الكباش قلنا توا احنا العلوش علاش ما نضحيوش بعام ولا بعامين، فهمت؟ في المستوى اضحي على الاقل كما عملت المغرب يخرج رئيس الدوله يتحمل مسؤوليته، فهمت؟ باش من بعدها تتوفر الامكانيات. الابقار هاك شفت كل شيء مشى للجزائر شيء ضحى وفي شيء فما فماش دعم للفلاح، يزمك تدعم شوف ما عندك حتى الكوفيد هذه وراتك أهمية القطاع الفلاحي وأهمية الفلاح كيفاش قيدو كان له هو في الأخر فلاح قيدو كان هو المرأة الريفية ذيك مسكينة تمشي تزرع الثوم والحمص والفول إلى غير ذلك قيدو كان هي وتقعد فما الحاجات الأخرين تو احنا الفول الأخضر هذاك تو وينه تعدى فترة كيما ما شفناهوش كده عادة الجنارية كيف معناتها فما حاجات فما عادات غذائية عندنا بها برشا لكنها ماهيش موجودة ما راهوش في التلفزة نتحدثوش عليها واكثر من هذا ما نشوفوهاش في الاسواق الغله هذيك ولا الخضره هذيك
ما تلقاهاش في الاسواق. ايش معناتها تلقاها في الاسواق؟ يقول لك احنا نذكر قبل احنا صغار تو وقت الخوخ مثلا تمشي تو وقت مش فهمت نمشي هذيك يولي اجوجو يولي موجود فهمت تولي معجون يولي جو يولي درا شنو يولي معناتها لين تشبع به. بعدها يجي موسم اخر حاجه اخرى. احنا حتى في اللعب صغار نذكر وقت لعبه موسم عباره سيكل عندنا في الحومه كل شيء قلوب نتاع المشمش ابو بيه صحيت يعطيك الصحه فهمت كيفاش يولي صفيره وكيفاش يولي فهمت معناتها كل موسم تخلق العادات نتاعو تو ولا كل شيء كيف كيف العوينه مثال شتي ما شفتها ما شفت يعطيك الصحه ما فهمتش عوين سميش وثم حاجة تو بار اكزومبل في العالم ثم نوعين من العباد يعيشوا ياسر في الميديتراني وفي اليابان وفي فرنسا. بون اليابان وفرنسا حاجة أخرى ما يقولوا الميديتراني البحر المتوسط اللي احنا موجودين فيه يسميه لو ريجيم كليتوا. شنو ريجيم كليتوا؟ هو سلايد وزيت زيتون. زيت زيتون أحسن حاجة ضد الكوليسترول يعني زيت زيتون فرانسيس بيان سور عندهم شراب لحم خطر ضد الكوليسترول فيه منافع للناس حسب عندهم هما دونك اليوم احنا حدقنا نلعب هذا ونحسوا. دكتور حكيم كان يحكي بالضبط الحكايات هذه علاش الدكتور حكيم مثلا حتى كان قدم ولا حاجه خرجوا بفيرسيون اخرى اكل عدد مثلا قولوا للناس مثلا راهو تو موسم حاجه الحاجه الفلانيه الى غير ذلك تو حتى الاحتكار ولا ريت البسيسه يحكي لي قلت الناس كل مش عندها وقت باش تعمل بسيسه تمشي تحب تشريها حاضره فهمت ولاو ماركيت هذوما اللي يبيعوا احنا الفاح ولاو ماركيت هاك تعرفوهم الكل في تونس وغيره ولاو اسعارهم غريبه والبرودوي ماهوش كيما البرودوي الدياري اللي نعرفوه نحنا ماهوش كيف كيف معنا على الاقل الدوله يلزمها تراقب شويه وين نتاع الصحه وين ما تراقب الاسعار. مش معقول من دوله تقعد مسيبه في المسالك هكا مش مسلمه مش معقول هذه وزاره التجاره ما نحلوها وزاره التجاره ولا الحقوها باي وزاره اخرى شنو اللي قاعده تعمل فيه حطها حاجه من مصالح رئاسه الحكومه. إذا كان وزارة التجارة وزارة الصحة نعم وزارة الصحة عندها شارج كبير بالكوفيد وكل شيء لكن نجمعك المراقبين متاع الصحة شنو اللي يخدم المراقبين هذوك ما هو فهم كوفيد تاو هما شنو اللي يخدم معناتها الناس اللي قاعدة تاخذ في الشهر وقاعدة في البيروات متاعها سمحني ما عندهمش الحق يخرجوا يشوفوا خدمتهم شنو يمشي يراقبوا الأسعار ويراقبوا المنتوجات الفلاحية وغيرها راهو مش يمشي يراقب مش تسكر فقط لا مش هكاك الغايه تفهم انه البياع هذاك يفهم اللي فما دوله موجوده اللي هو ما ينجمش يمارس كيما يحب هو الزيادات الى غير ذلك لانه الشعب التونسي جاع في كرشه راهو ريت مخالفات هذه نتاع الزيادات راهو دوله شوف تاريخ الدوله والحاضر نتاع دوله ما يمشيش بعام ولا بست شهور بعشر سنين على الاقل بعدها اللي عمره ست سنين توا شوف اللطف على الناس الكل اوكي عمره 16 سنه شنو الامراض اللي عنده باش بال وشوف على الراك وبعد يولي عاد بال 20 25 زيتون راه حتى الجميل نتاع العباد باش ياخذوا العباد راه احنا في زيت زيتون 10 بلدان في العالم يعملوا زيت زيتون واحده ثاني منتج عالمي واول بعد الاتحاد الاوروبي كله واول مصدر عالمي بالاتحاد الاوروبي وقداش من تونسي قلت لك تونسي على 10 يستهلك زيت الزيتون مش معقول مش تدخل مطعم تونسي بحط لك زيت زيتون قداش سافال بيكوتي انت هكا بدا انا ولا جف الحاج مشينا في محافظه القفصه قال ولا جف الحاج يجيب لنا زيت زيتون قال له ماذا ماش قال عجب في القفصه اللي هو صغير خدم في قفصه ولا جف الحاج والجنوب قال عجب هكا ما سماش زيت زيتون في قفصه بلاد زيت زيتون خاطر زيت زيتون نتاع قفصه من زيت زيتون في العالم هذيك المفرقات الغريبه اللي ما تفهمهاش خاطر العادات والتقاليد نتاعنا ماشي ولينا ما عادش نعرفوا ناكلوا وما عادش نعرفوا نلبسوا بطبيعتنا ولينا ما عادش نعرفوا نتكلموا ما عادش نعرف نخمو التونسي ما عادش موجود ما عادش شيء ولا ما عادش تلقاو صفي قصيله في اخبار التسعه راجعين معكم في ساعتنا القادمه والاخيره في البرانتيم حتى العشره تاع الصباح.